السلام عليكم أحبتي الكرام، الآن وصلنا إلى الدرس 38 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم always always always، لنكتشف أسرار هذه الكلمة. get ready write all the phrases so you need a notebook، تحتاج إلى كراس. a pencil just 2 minutes and say after me 5 times aloudly. كرر العبارات بصوت واضح 5 مرات لكل عبارة حتى تتقن اللفظ الصحيح، واكتب جميع العبارات. أما الآن اضغط على لايك إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس القادمة حين نشرها. أما الدروس السابقة موجودة في أسفل هذا الفيديو في الرابط. التكرار أم المهارات، كرر هذه الدروس عدة مرات حتى تتقنها بشكل جيد كتابة ولفظا لتتمكن من حفظها واستخدامها. كلمة always بمعنى always دائما أو أبدا. always دائما أو أبدا. المثال الأول I always put them first. I always put them first. أنا دائما أضعهم أولا. I always put them أضعهم first أولا. I always put them first. المثال الثاني She was as friendly as always. She was as friendly as always. كانت ودية كما هو الحال دائما. She was as friendly as always. المثال الثالث The sun always rises in the east. The sun الشمس always دائما rises in the east. تشرق في الشرق. تشرق الشمس دائما في الشرق. أما مرادفات كلمة always every time constantly باستمرار forever إلى الأبد and permanently بشكل دائم أو ثابت. احفظ هذه الكلمات باللفظ الصحيح وبالكتابة بشكل جيد، والآن حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة always. استخدمها في جملة الآن. بإمكانك كتابة الجملة أسفل هذا الفيديو في التعليق أو في صفحتنا على الفيسبوك. بإمكانك أيضا كتابة جملة مستخدمة فيها كلمة always. والآن انتهينا من الدرس 38. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. كرر الدرس عدة مرات واستمروا بالمثابرة في إتقان الإنجليزية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.